السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا مطبخ حرومي. انا هعمل لكم النهارده السمك المكاريل، هشويه في الصينيه بطريقه حلوه اوي. السمك اللي هو الروسي عارفينه، هشويه بطريقه حلوه اوي هتعجبكم ان شاء الله. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا خضار اللي هنشكل به، اللي هنزين به السمك، ومعايا فلفل احمر مفروم، ومعايا توم وكمون وشطه حسب الرغبه، ومعايا ملح، ومعايا كزبره مسحوم. دولت كلهم هحطهم على بعضهم هنا عشان احشي بيهم السمك. وكل ما فوق اربعه، مش حبايبي؟ هنا بقى معايا ليمون احطه على الدقه دي، ومعايا طماطم متقطعه، ومعايا بصل متقطع شرايح، وفلفل متقطع شرايح. ده بقى ان شاء الله احط عليه شويه من الدقه دي، وشويه ملح، وشويه كمون، واعمله في بعضه كده، وافرشه مع السمك في الصينيه. هيبقى سلطه جنب السمك، ده هيبقى طعمه جميل جدا. هتاكليه وتسيب السمك، مش حبيبي؟ هنبدا يعني دلوقتي نحشي السمك بقى بتاعنا. شايفين السمك؟ انا طبعا نضفته، مش هقول لكم، انتوا طبعا شاطرين وبتنضفين وبتعملوا كل حاجه احسن مني. انا نضفته كويس جدا، وبالليمون والخل وبالدقيق، ونضفته كويس جدا. هحشيه بقى، هحشيه، وبقى ان شاء الله هحطه في الصاج ده. معايا الرده اهيت، معايا الرده اهيت، هعمله في الرده واحطه في الصاج. بس هدق التوم ده شويه، وبعدين احشيه بيه واحطه هنا في الرده على الظهر الاثنين كده، ويقع في الصاج ده ان شاء الله. سقطه زيت واحطه في الفرن. مش حبايبي السمك ده سمك اللي هو المكاريل، اللي هو بيقولوا عليه درجه اولى. ده النهارده انا هشوه لكم، وباذن الله بعد كده هبعمله لكم في صينيه، هيبقى حلو برده جدا، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. هنشوف بقى باذن الله، هنحطه في الفرن، وارجع لكم تاني. هنحطه على الصاجه تحت، ونعلي الفرن على اعلى درجه عشان ما يغيبش منك وينشف. وده ان شاء الله هنحط عليه شويه الملح وشويه الكمون، ونفرشه كده في جنب السمك عشان يستوي مع السمك، ياخد طعمه، وهيبقى حلو جدا. هتودي انتوا شفتوا الطريقه اهوت، وباذن الله هتشوفوه بعد ما يطلع من الفرن هيبقى شكله ايه. السلام عليكم يا حبايبي، انا رجعت لكم تاني بعد ما شويت السمك اللي انا قلت لكم عليه في الاول، وخلصت خلاص اهوت. خلاص الرز بتاعي جاهز اهوت، رز الصياديه اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده، والسلطه البلدي الطحينه دي احنا عاملينها مع بعض في البيت، ودي سلطه السمك اهيت. معلش، السمك اهم حاجه، اهم حاجه السمك. وتدخلي في الفرن، تاخدي بالك منه، تعلي النار وتحطيه على الصاجه تحت ونار عاليه، وبعدين تقلبيه يمين وشمال، وتروحي فلقاه من الوسط شايله السلايه، وحط عليه بقى التخدعه بتاعته والحاجه بتاعته ديت، بعد ما يستوي منك، وما تسيبوش ينشف. وبالف هنا وشف. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوناش في اللايك، ودعواتكم الحلوه، وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.